What we do here is go back. مرحبا، صباحو مرة تاني. اليوم عكس الكل، اليوم الجمعة والصبح، يعني الساعة هلا 11:03 قبل صلاة الجمعة. يعني كمان الواحد بيطلع بيخلص اغراضه وبتعرفوا انه بيلحق حاله. هلا المهم، ليش معصب انا اليوم؟ معصب من ارامكس. ليش معصب من ارامكس؟ الجماعة ما بيبعتوا لكم فيدباك. انا موصى على هيدي احي، وينها اللوت كريت، هي حياتها اللوت انيمي، وصلت على بيروت نهار الاثنين المساء، اوكي، بس توصل المساء تاني نهار بتنبعت الصبح، يعني الثلاثة ما انبعتت. قلنا اوكي عادي بتصير، صارت معي من قبل، تأخروا يوم، اتمنى مشكلة، الأربعة نطلع الصباح بناخدها، الأربعة ما اجيت. هون استغربت، قلت يا زلمة شكله في تأخير، ما خط وعطيت. بس بعدين لقى بالفار بعبي تلفنت لهم، قالوا لي في مشكلة عندهم انفنتوري. قلت لهم والحال؟ قالوا لي خلاص 100% بكرة نبعت لك إياه. قلت لهم اوكي، إذا بكرة تبعتوا هنحلي. إجا بكرة الخميس ما نبعت، رميت لهم، حسيتهم تلبكوا. قلت له ليه ملبكين؟ انه تليفون تلفنوا لهم، حنبعت لك ايميل وكذا وكذا وكذا. قلت له اوكي، هذا الحديث كان الصبح اول ما فقت، لانه انا دائما في الصبح بتطلع على الابليكيشن، هي الابليكيشن بيقول لي اذا وصلت ما وصلت قد علي مصاري. انطرت لبعد الظهر، المدام المسؤوله بارامكس بعت لي ايميل، هي وعدتني بايميل. شو عملت؟ بعدت ايميل لشركه شوبن شيب، ردوا علي بعد فترة قالوا لي حنحل لك يا ان شاء الله. ما حسيت في شيء، عملت كومبلينت على الفيسبوك تبعتهم، قالوا لي بعتنا برايفت مسج على الايتم، بعت لهم سكرين شوت للابلكيشن الرقم وكذا، قالوا لي حنحل لك اياها بسرعة. اوكي، اليوم الصبح المشكلة انه في اطلع على الابلكيشن ما لاقي شيء، نام، في اطلع على الابلكيشن ما لاقي شيء ونام. اخر شيء حط لي هيك شيء ساعة نوم، فقت ما طلعت على التليفون، فت على التواليت عملت كل شيء بنعمل الصبح. انا ورجع على التليفون من بعيد انتبهت انه الوايت بلينكر عم بيضوي، بس يضوي الوايت بلينكر يا جماعه، يعني اجت لي اس ام اس، انا ما خط وطيت. قام رحت طلعت لقيت انه شركه ارامكس بعثت لي مسج انه اجى الايتم. المشكله انه اليوم جمعه، والجمعه كثير عجب، مثل ما شوفوا العالم عم مسكر يمين شمال، وانا هلا عم بحكي معكم على انا بعجه سير. انا كنت بفضل لو خلصتها خلال بحر الاسبوع. ليش؟ لانه اسرع واهين لي اطلع اخذهم، عدا انه اليوم الويكند العالم كلها فيلتي وعجقة سير وبدك تتعذب. يعني انا تركت البيت الساعة 11، اوكي؟ هلا الساعة 11:03 دقيقة، يعني زم لي 21 دقيقة لاوصل عند ارامكس وارجع، مع انه بالايام العادية بالسيارة بدها 5 دقايق. هذا اللي بزعجني، عجقة السير. طيب ليه بتزعج عجقة السير؟ ما بعرف، صار عندنا نسبة سكينية أكثر من اللازم، عندنا انفليشن بالعالم. المهم بالقصة ما بتعجبني، انه انا بس بستغرب شغلي بعدها، العالم كله من وين بتجي؟ يعني انه بيقولك انه واحد بيكون بشغله، طيب ما دام الانسان بشغله شو عم تعمل بالشوارع؟ وعندك التكاسي لو بيمرقوا حدا، يعني اذا شافوا امه عم تقطع على الطريق، اذا وفي حدهم زبون تبع ال 500 ليره بيدعسوا امه، الله يردها بيقولوا لك. واضرب من هيك تبعون الموتوسيكلات هدول ضد القانون، يلي ما فارقه معهم شيء، واذا ضربته اخر شيء تتحاسب، مع انه هو ضد القانون، ومباشره بيكتشف انه هن عندهم نوع من النقابه، اذا دعست ابن حرام تبع بس تبع موتوسيكل بيطلعوا كل تبعون الشارع، صاروا هلا اولاد عمه واخواته بيطلعوا دعست الله اور براذر وي شال هاف اور ريفنج. هي صارت معي مره، مشان هيك انا عم بحكي، بس المهم مطمنكم رامي بيعجبكم على الطيب. كلمه واحده طلعت مني مع رقم تليفون خريتهم تحتهم، المشكله هالبلد بدك تمشي، بدك تمشي يكون مدعوم وعارف مع مين بدك تحكي. عدا عن هيك شو بدي احكي، الطقس حيقتلنا. بتفوت على الاي سي مثلا، اليوم في عنا بقول لي بالفيديو اللي قبله، ليه منك ضيوي الاي سي؟ احني ضيوي الاي سي، بس المشكله ما السياره بس تنزل عليها الصبح بتكون فرن. يعني هذي يعني اليوم نزلت الصبح فتح السياره لقيت بسين جوا حامل منقوشه جبنه وحاطها هون وعم يسخن عليها. رامي اعطيني دقيقتين لتخلص المنقوشه، قلت له والله مستعجل في قصه ارامكس بدها، قال لي خلص 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 حطها بالمايكروويف، وهم تركته ورحت. عدا عن هيك عاجت السير بكل محل، بتفكر حالك ذكي بتروح تزورب
بيكونوا ألف واحد غيرك مفكر يزوري، بصير المشكلة إنه كل البلد عاش تصير عالم حميرة بتعرف تصور. ما بدي أحكي عن النسوان أهم، مش حتى ما يزعلوا مني، بس عن جد عن جد أنا بقول السعودية ذكية لأنه ما بيخلوا النسوان تصور، لأنه 90% من الحمير اللي عم بيسوقوا، أنا ما عم بقول النسوان كلهم حمير، عم بقول نسبة كبيرة منهم ما بيعرفوا يسوقوا، ومع انه شايف كثير نسوان بيسوق احسن من الرجال بمليون مره، بس دائما بس يشوف حدا عم يسوق مثل الجحش بالبلد تطلع مره او اختيار او ولد. بس اصلا ابشع شيء هو الولد بس يعطوه سياره لانه بيفكر حاله يا معلمي نيكي لودا، او فكر حاله فين ديزل تبع نيد فور سبيد او فاست فيوريوس، بصير بيسوق مثل الاجداد وفكر حاله انه معلم وكذا، واخر شيء بكلفك شو بكلفك حياته، بكلف حياه اللي معه وبيقتلك معه بحادث السير. وهم الشيء هدول الكواع اللي ما فيك تمرق، والعالم اللي بيقطعوا الطريق بدون يامنوا طريقهم. وهلا هون هلا وصلت على السنيشن تبعتي، وين التحدي؟ لقي محل صف السياره، لانه بالرغم انه كل العالم عم بتسوق كمان كل العالم صفي عم بتطلع هيك، ولا عم لاقي فسحه امل وحده سبحان الله، ولا محل ما بدك محل واحد لقيه لصف ما عم لاقي. اها حتى هيدا اللي كنت داعم حالي فيه ما لقيته. ليش ما لحقنا ما لحقنا؟ اروح شوف لقيت يمكن محل فتح، اروح جرب حظي اذا بيزبط ولا لا. ان شاء الله عارف اعمل لهذا لاني عم نسيت اني عم صور وانا سنه عم جرب صف السياره. لانه الحلو فيه بس تلاقي محل صف صارت الضيعه كلها بدها تصف معكم. بعتذر كثير، هيدي طلعت سبونتينيس عشوائيه وعفويه مني، بس لانه لاحظت انا ولقيت فتحه لصف فيها رينج ومرسيدس صار بدهم يصفوا، وهيك بصير صفي بطرابلس او بلبنان عموما للحربوء، هي صفة حربوء عن جد. المهم وصلت الحمد لله وصفيت السيارة، أمر لا يصدق. شغلة تانية بتشكركم كتير كتير، مبسوط أنا ماني عارف كيف بدي لكم ميرسي كتير لأنكم خليتوا الشانل تبعي صحيح ما عم بياخد كتير فيوز كتير لايكس كتير كومنتس، بس عن جد عن جد it exceeded my expectations. يعني ما كنت متوقع أنه حيكون في كتير عالم مثلكم، كتير لذيذين كتير طيبين وحياة محترمين وبتحبوا تاخدوا وتعطوا وتحضروا شانل صغيرة مثل شانل تبعتي، بالرغم من انه انا لا عم اعذب حالي لا اديتنج مثل العالم ولا شيء مهم، بس برهنتوا لي انه في عالم برا بيحبوا الخير وبيحبوا مثلا انه يساعدوا الاندر دوغ مثلي، يعني اللي منه بيك شانل او بيعمل شيء بيسموه هايب او الاولاد بيحبوا. على كل حال ميرسي كتير، ان شاء الله بشوفكم بفيديو جاي حيكون اللوت انمي حعمل له انبوكسينج، واذا وصلت لي فاينل فانتسي 12 زودياك ايج قريبا كمان حعمل له انبوكسينج. يلا ميرسي كتير وجود بليس يو اول، باي.